السلام عليكم متابعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم سويسما ايتما، نتمنى يعطي لكم كلشي مليح ان شاء الله. اجي نهار جديد، اجي فيديو جديد. افضي جن الجو سبحان تفويت لنا صنفان سوفري حنجان بارا اضحنا باركي اضعيان قني جن مكان طعيان ديني حنجان بطر ايوا الناس ثناويم اضعيان رنسنين. المهم لوزلات ديالي خرجنا شي شويه، كان الجو زويون شميشه ونيت عاوتاني عمل واحد بلاصه تما يلعبوا الدراري، يعني فابور خراطيس فابور كاتويت عليها دينا الدراري غيمشيو يلعبوا. المهم الرزاله ديالي غايبان لكم الفيديو كيتحرك لحقاش كنت كتمشى وشميشه كتجي فيا شميشه وما كيبان ليش انني زعما كنحرك فيديو زوين بزاف، كنحرك الفيديو بزافين وعليها غايبان لكم يعني الفيديو شويه كيتهز، يعني حاولت انني كنتمشى بشويه. المهم قبلوا عليا وهالغزلات ديالي، شوفوا على الطبيعه فصل ربيع كل شيء خضر ما شاء الله، كل شيء لذيذه طبيعه مغسقان الفصل الربيع قسم الفصل الربيع يدير كل شيء لذيذه ما شاء الله اللهم بارك. المهم سويت ما مهم الجهته وضخم تسواخشي بزافين لحقاش ودي سخشي بزاف الجهته وخا وضخم تسواخشي اي مكان بزافين. المهم الغزالات ديالي انا هاد الجهه ما كنجيش بزاف عليها، يعني ما كنصور لكم هاد البلاصه زوينه. المهم هاد البنايات اللي باين لي كيبان لكم، هاد القهويه راه كنيسه ديال النصارى واللي حداها بالكري هاديك فيها العقار ديال الديور، راه كنت شاركت معكم واحد المره. وهذا ديال الحوت كاين واحد المره به هنايا كيبيع الحوت طايب صراحه، عنده الحوت زويون كيحمق هكا. الا جا عندكم شي واحد هايده في شي مناسبه ولا شي حاجه يعني كيوجد لكم الحوت غير طيب طري. وهادو من البنات الديور داروهم جدادين، يلا هيدا نقول لكم شي عامين يمكن. المهم يلا عاد الناس ساكنين فيهم ديور جدادين هادوم. وهنايا الغزالات ديالي كنشارك معكم هاد البلاصه، كاينه القهوه ما عرفت البنات شنو غيعملوا كاع هنايا يعني في هاد البلاصه. المهم راه كاين تحت واحد القهوه وما عرفت شنو غيعملوا يعني كاع في هاد الكراج، راه كاين الكراجات كبارين اللي عملوا في هاد البنايه جدادين اللي عملوا هنايا. وهذه هي ديك الكنيسه اللي قلت لكم راه كبيره البنات، يعني عندها الفيتشادا هيدا يعني بحال نقولوا ربعه د الفيتشادات. كنضر شاركتها معكم شي مره ولا ما عرفت، كنت صورت لكم واحد الجهه يعني قريبه لهذيك الكنيسه. وها هو داك العقار ديال ديور، عندهم الفوق كل شيء البيروات والتحت معاه واحد لاصال ديال الرياضه حتى هو كبير ديال السبورت، كيعملو تما سبورت. صراحة عندهم شي شكال هما يعني البناية ديالهم فاش كيكون شي بيرو ولا شي شركة ولا شي حاجة كيعملو لواحد البناية زوينة ومثيرة فهمت. ولكن هاد الشي دابا هاد الجهة لي كنصور ليكم كلشي هاد الشي جديد، لحقاش شحال هادي كانوا عندهم واحد البناية في شكال قدام راه يعني اللي كاينين هنايا في اوروبا راه غيعرفوا البنايه اللي كانوا شحال هادي قدامين بزافين. وهنايا الغزالات ديالي كنا قريب نوصلوا ديك البلاصه فين عملوا داك اللعاب ديال الدراري، داروا فيه الانشطه داروا فيه مهم بزاف د الحوايج. المهم بقاو معايا باش تشوفوا، عافاكم الغزالات ديالي ما تنساوش اللايك الفيديو وشي كومنتير زوين كما كنقول لكم كما العاده. المهم خليكم مع الفيديو وتشوفوا. ها هو الغزالات ديالي مصمم ديرو هنا كاينه هاد اللعبه عاوتاني كنصور الفوق
ها كاينه هذه عاوتاني كتعملي الصف كتهزي داك الحلوى السكر يعني غراتويت بالمجان غراتويت يعني بالمجان. المهم وعندهم تما لي هالانشطه. المهم يعني كل بلاصه شنو عملوا فيها. المهم غنمشي انا ندير الصف هما الحلوى. البنات كاين هي هاد الترامبولين هاديك اللي كينقزو من بعد غنمشي نشوف. يا اوكي يا مخ ديالي حيت الصوت لحقاش كاينه الموسيقى وراكم عارفين يعني الموسيقى في اليوتيوب يعني ممنوع. صافي الغزالات ديالي كملنا من الهيها جمعنا داك اللعاب حنا نشوف صافي جمعوا ديك اللعاب جمعوا اللعاب جينا عند الحانوت مش حاستكني و 8 اورو. المهم جيت هزيت شي حوايج هما شارك معاكم غادي يسرو غادي يس شارك معاكم شنو جبت هنايا حقاش ما غنوصلش للدار عاد نعمل الفيديو ديال المشتريات. جبت هذه للدراري وجبت الشامبو ديال الدراري وهذا ديال الرجال وجبت كولغات ديالي اللي كنستعمل كتعجبني هذه وهذه ديال الدراري جوج وهذه الكريمه ديال الجسم داروا وحده بنص الثمن وجبت هذا نجربو ديال الليل حتى هذه داروا جوج ب 6 اورو يعني نورمالمون كدير 5 اورو الوحده جوج ب 6 اورو. جبت عاوتاني هذه ديال ايسينس نجرب جبت الغسول وهذا اللي كتمسح به الوجه الحليب وجبت هذا ديال النيف كتهز لي بوان نوار. المهم صافي الغزالات ديالي راني عند كاسا غنخلص يخلص راجلي ماشي انا. المهم جبت غير هادشي ديال العنايه لا تجيب الله غاين غيوني كي ندير بوينو دودري. كيف صافي الغزالات ديالي خلصت هنايا في كراوت فات صافي غنمشيو للدار كوم فيهم كيجمعوا اللعاب اللي كنا قبيله كنلعبو تما نجمعو كلشي ايوا صافي. المهم الغزالات ديالي غنخليكم من بعد ان شاء الله يا ربي يلا عافاكم على الغزالات ديالي ما تنساوش اللايك وما تنساوش الكومنتير يلا غنخليكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.